هذا البرنامج برعاية هي مدينة تعرفت بخليجها الكبير وجمعت بين البحر الواحات والصحراء، تأسست على يدين الفينيقيين وورثها عليها القرطاجيين، وتوالت الأيام وسنين وحطوا عليها الرومان لدين وتعرفت باسم تكابي. مدينة اللاجمي من عروق النخل بارد وبنين كيف التمر المعصل، وعزها دقلة النور في الدنيا تعشقت ومكانها واضح على طاولة سيدي رمضان الفضيل. وفي سوق جارة بالمدينة العربي حوانة الصنعة التقليدية ترحب بكل الزائرين وحط المظلة القبسية على الراس وانسى حرارة الشمس القوية ومحلى المرقوم بلوانه الزاهية وشكاله البربرية. الحنة فاوحة تهب بالنسبة لبرتها القديم، والبحارة على البابور يمدوا في الشبك إن شاء الله للبحر داخلين وبالخير راجعين. جابس مدينة الصوفية العيسوية الرحمانية والعزوزية في مقام سيدي بولبابا محبوب القوبسية، وهو عليهم صاحب فضل كبير، واليوم من بلاد العزة والكرامة نذوقوا أحلى طبخة من دين القابسي الكريم. عسلامة ومرحبا بكم في الكوجينة. اليوم كالعادة جهة جديدة وبنة جديدة، وبنة أنا نحبها برشا برشا، هي البنة اللي بجدينا من جابس. واليوم معنا لسعد اللي باش يحضر لنا ان منو قمقم. معنا زادا كالعاده شيف سليم الدويري اللي هو بيدو عنده ان ديسير باش نحليه معاه وباش نعملوا حويجه بنينه تعمل 66 كيف. اما توت سويت نمشيو بحضر لسعد. لسعد شنو حوالك؟ مرحبا. لاباس؟ لاباس الحمد لله. قل لي شنو باش نعملوا اليوم؟ اليوم عندنا بركوكش مقديد. نموت عليه راني. وعندنا كفته بلمسات جبسيه. كيف تبيش؟ بلمسات جبسية. شنو تستحق للبركوكش؟ اليوم نسحق حمص. اي وفول. الفول ديجا خديناه من عند مامي جاردن، طيب هايل. اي وعدس. وعدس هذيا المكونات نقولوا احنا لي كونسيرف. وشنو نستحقوا مكونات؟ نسحقوا بصل. اي نسحقوا الخضرة. الخضرة هوني عندنا سفنارية. سفنارية. فلفل. فلفل. وقرع. وقرع. والقديد. والقديم والكسكسي. هذا بالنسبه للكسكسي، هذا بركوكش نمرو 3 خاطر برشا عباد ما تعرفهاش. خشين. خشين به. فهمت. هي اليسر. وللكفته، للكفته عندنا لحم مفروم وعندنا بطاطا مصموطه وعندنا بصل ومعدنوس وحلبه. لا حلبه، لا الكسكسي حلبه. الحلبه للبركوكش. البركوكش شويه حلبه بنجم شويه. لا شويه حلبه شويه مره بالطبيعه. دونك قبل ما نحضروا البركوكش اللي هو واحد من الاكلات المفضله نتاعي وسورتو بركوكش جيبس، باش نشوفوا شيف سليم شنو حاضر لنا. شيف سليم شنو حوالك؟ صافا مليك. لاباس؟ شنو حوالك؟ قول لي باش نعملوا؟ باش نعملوا حاجه سهله ياسر، باش نعملوا الشوربه لسان عصفور بالدجاج شهيه، تحط فيها شويه خضره. الشوربه لسان عصفور خذيناها من عند لي بيدو. سي سا. وباش ناخذوا باش نعملوا معها شويه خضره. باش نعملوا معها ان بان توستي بالفخوماج غابي ديليس، فخوتي بالثوم. تحكوه بالثوم. مع الشربة. وباش نعملوا اما هوني عندك الطماطم زاده كيف كيف المقشره الكونكاسي نتاع سفير، باش نعملوها لل باش نعملوها للشربه. الجلبانه زاده باش نحطوها في الاخر، هي خاطر هي طايبه بطبيعتها. وباش نعملوا التختو بوم بالكانيل، باش نزيدوها من فوق كرامبل بالبسكوي سعيد. حاجه بنينه ياسر. اي شوفوا هكا غير كنتخيلها انا. تخت بالتفاح والقرفه والكرمبل من الفوق. اقعدوا معنا على خاطر فريمون التخت هذه سهله وبنينه برشا تنجح. مش حلوه اون بلوس. مش حلوه برشا. مش حلوه برشا. باهي دونك شنو تستحق التخت بام؟ التخت بام نستحقوا فارينه لي تاع جاتو. اي تاع جاتو. نستحقوا الزبده ديليس، العظم شهيه، السكر فاني فانواز، الكانيل من عند ايبيس اي سافور، تفاح. تفاحتين. تفاحتين وبسكوي. بسكوي سايدة يكفي. يكفي يكفي. اوكي ان توكا المنيو نتاعك ظهر فيه برشا حاجات اليوم في الكوجينه باش نحضروهم. فيكو عندنا زوز حاجات مع لسعد اللي باش نبداو معاه توت سويت. نبداو بالبركوكش. لسعد نبدا بالبركوكش. شنو تستحق؟ شنو نجيب؟ مقفول. المقفول ديجا محطوط.
شنو تستحق اخر؟ تستحق ماء. نعبيه لك بالماء؟ اي. باهي هي اليسر. وشنو باش نحطوا الفاحات في البركوكش نتاعنا؟ فاحات عندنا الكركم. اي. والملح. وزيت نجمه. نعبيه لك للفم ولا؟ لا لا شوي شوي. شوي. نحطوه يغلي؟ اي. باهي. سي بون. نحطوا الماء نتاعنا قاعد يغلي، نجيب لك الكركم والملح والزيت زيتونه. تفضل سيدي. ميرسي. وتوا ليك انت الكلمه. اعطيني الكركم. فوالا كل شيء هوني ليك انت الكلمه، تفضل سيدي. المغرفه هذه باهي ياسر في الحكه. حطوا مغرفتين. مغرفتين كبار معبين في وسط الماء. البركوكش ظهر لي في الجنوب كل واحد باش يعملوه. فما بالقرنيط الشايح. اي هذا بنين والدبابش، ديما فيه دبابش هو البركوكش. دبابش دبابش اي، فما بالدبابش يجي بالمحمصة. اي. فهمت؟ يجي حتى أخشن من هكا معناها محمصة محمصة. فما محمصة وحدها والبركوكش وحدها. باهي. خاطر فما شكون يناديلها في بلاصة أخرى على البركوكش يناديلها محمصة. اي. فهمت كيفاش ولا؟ أما هذا بركوكش. هي بركوكش جابسي، الأم جابسي والبابا جابسي. كلهم جابسين. كلها جابسية. الجوابسية توت مانيغ معروفين بالعينين الزرق. لا لا مش لا. فما برشا، أنا نعرف برشا أصحابي جوابسية عينهم زرق. عندك ولا ضربوا نفس العائلة؟ لا 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 لا. تو باش نحطوا البصل. في الماء. في الماء. باهي. نذكركم اللي اليوم نعملوا بركوكش بالقديد مع الأسعد، بركوكش جيبسي 100%، حاجة بنينة صدقوني أنا نعرفها ونعملوها في العائلة، تبعوا معنا وما تراتيو حتى شيء. ويعطي بنا الحمص ياسر. البركوكش لازم. البركوكش لازم. 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 هذا عليك. شنو آخر؟ أعطيني العدس. العدس توت سويت شيف. تفضل. ميرسي. العدس. زيد نكهة العدس. طيارة 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 مش نورمال. مغرفتين. مغرفتين. إي. أعطيني الفول. الفول. الفول عندك ديجا هوني حكا فول محلولة تستنى فيك. نعيشك. الدبابش هما عبارة عن حمصة. إي. فهمتني؟ طيب بالكرشة الشايحة. هذوما يسموهم الدبابش. إي. ماكلة ماكلة تزرية هي. إي. تزرية ترجع تزرية أكثر حاجة. خاطرني أنا من توزرة وكعليش. مرحبا بيك. أعطينا الحلبة. الحلبة. حلبة جيست الحلبة. الحلبة الحلبة شوية معناها تريف راه تريف باش تعطي نكهة للقديد. باهي. بريسك. حاجة قليلة معناها. سي بون. يس فيه البركة. شنو آخر؟ أعطيني تو الخضرة. قلت لك الخضرة على الزوز، الخضرة على الزوز. على الزوز. باش تطيب لنا. باهي. بالنسبة هذا نسحقوه بعتالي مش تو. هذا يخليه غادي نسحقوه بعتالي. على العرض. منين جاك غرامك للطبخ أنت؟ والله الغرام منين صغير. إي؟ نعشق. مني صغير وانت طيبة؟ لا ما نطيبش اما نعشق هكا الكوجينة ونعشق الحركة نتاع الكوجينة قبل منين صغير؟ جو هي جو هو غرام وفن فهمت كيفاش؟ غرام وفن و في الدار يطيبوا معناها شكون اللي يطيب امك ولا لا لا يطيب امي يطيب امي تساعد تطيب اختي اي ماني ما نطيبش في الدار علاه ما طيبلهمش؟ ما نطيبش علاه؟ لا لا علاش لا؟ شكون الطيب؟ بطبيعتي بطبيعتي الحاجة اللي ناكلها ما نحبش نطيبها كان طيبت حاجة ما عادش نجم ناكلها شكون الطيب من مالها؟ والله بالنسبه لي عندي نخدم في العروسات في جابس اي ونطيب في جابس معناها نروح عندي مده تو قريب 9 سنين في الدومين في الدومين نتاع الطبخ نتاع الطبخ دونك طيب في جابس في جابس في ريستورون لا تو ريستورون ما نخدمش في ريستورون تو نخدم في العروسات برك اه تخدم في العروسات في جابس طيب لهم طيب لهم وصلت ظهر لي مره طيبت 1700 عبد هكا 1700 عبد كيفاش شريتهم هذوما الكل؟ وصلت اعطيتهم كلاو وصلت كلاو والناس كلها كلت وروحت ولا باس نحط الخضره تفضل يحطوا الخضره اي دونك شو عملت لهم المنيو وقت ميني كسكسي كسكسي اه كسكسي دونك مستانس بالطبخ ومستانس بالعباد لا عادي واليوم عندنا
غوسيت الغوسيت هذه تحبها انت برشا؟ بالطبيعه بالطبيعه هذا كلام. هي بنينه برشا الحقيقه. بنينه بالطبيعه. اللي ما جربهاش لازم يجربها نهار لي مره في حياته، لازم يجرب البركوكش الطايب من الجنوب من القابس اللي هو بالقنديد، حاجه روعه. بخلاف الحلبه اللي ما نحبهاش. قل لي. برسك تو خلوه يغلي في عقله. وبعد؟ وبعد نحطوا له الطماطم والهروس. نحطوا له دونك الطماطم والهروس. والهروس ونجيب لك الهروس. دونك الطماطم هوني خذينا طوماط بولي كونكاسي من عند سفير اللي ديجا هي مفوحه بالثوم كم سا تعطينا نكهه زايده، والهروس اللي هو هوني دونك هذاك ياخذ غلوه هكا. بالطبيعه ياخذ غلوه مليح، يطيب البصل ويطيب الفول ويطيب العدس ويطيب الحلبه. أه؟ بعدين نحط الطماطم والهروس. ملا تستناني شويه نمشي مع الشيف سليم اللي ماري معاها. مرحبا سليم. قل لي باش نبداو؟ نبدا بالشوربه. بالشوربه جيب لي شويه زيت نجمه. توت سويت. هلا نصب لك؟ صب. يس. عطينا قواعد الشوربه البنينه. قواعد الشوربه البنينه شنو هو؟ الشوربه البنينه شنو هو؟ شوربه لسان عصفور تاع دار. قليو البصل، قليو الطماطم. حطوا الخضره. هذه هي الحاجه اللي نحب ناكد عليها. صحيح. هي كي تعملوا شوربه بصفه عامه كلكو سوا الشوربه نتاعكم ماذا بيكم تقليو شويه الخضره مش تحطوها وتصبوا عليها الماء ديريكتومون، خاطر هاك التقليه هذيك الكوش هذيك هي اللي باش تمكن لك باش الخضره تخرج البنه نتاعها الكل وتبدا الشوربه فريمون بنينه. حطوا حطوا شويه بصل. بصل عندنا قراع اخضر وعندنا سفناريه هكا. هكاك. باهي نحط لك القراع الاخضر. اي لا القراع الاخضر خليهم بعد. غلط. حبوش يطيب برشا. حطوا شويه سفناريه. نحطوا طماطم تتقلى معاهم زادا. دونك هوني كيف كيف خذينا طماطم فرشكا. فيها ثوم دونك مانيش نحط ثومه دونك ما حشناش باش نزيدوا الثوم. فوالا بديت. فريمون قليوهم مليح مليح، هذا هو راهو سر اي شربه تعملوها. زعرة وإلا ماهيش زعرة السر نتاعها هي باش تقليو مليح الخضرة. باهي شوية تبلو كروية من مالك. تبلو كروية دونك نمشي غادي كنجيب لك تبلو كروية. الفلفل الأكحل. والفلفل الأكحل ما يسالش ناخذ من عندك شوية فلفل أكحل. تفضل الله. التابل بارفومي نتاع إيبيسي سافور. الفلفل الأكحل هوني ملح. تستحق عندي ملح. اون فوا تقليو تابلو كرويه فلفل اكحل ملح. قداش نعملو هكا؟ مغرفه ونص. باش ناخذو البلون بولي شهية. اي باش نقليوها هكاكا بالعظم بالمعظم نتاعو بكل شيء. لا نقصوه. قصوا خير. نحيو الجلده مالك. ايه. خلي بهاش. اي بدي تغني. نبنى ريحة الطماطم والخضرة. أنا بديت نتشهر. يسالش سليمة؟ يسالش. فوالا الدجاج باش نحطوه زيدا مع الشربة. مع الشربة هاي اليسر وكل قرع الأخضر هذاك. قرع الأخضر لا ما نسيناش نحطوه في الأخر مالك، خاطر قرع الأخضر يطيب فيس. باهي وإحنا ما نحبوش اللي الخضرة نتاعنا تذوب كومبليتمون في وسط الشربة. هكاك. باهي دونك خليوها هذيا تتقلى شوية وبعد باش نمرقوها. هكاك. بالماء وبعد باش نزيدوها الشربه لسان عصفور وشويه جبن ديليس. شويه جبن ديليس باش نعملوها على الخبز هذا باش نعملوا دي توست. نحطهم في الفوق. نحطهم في الفوق باش يذوبوا. باهي شيف سليم نمرقوها. نمرقوها توا. اه
هنا سي بون. هي اليسر ونخليوها تسيب شوي. خليوها تسيب على روحها. بعد تعيط لي. نعيط لك بيان سور. باش تحط الشربه وكي باش تعمل لي بتي كروتون، تراه ورينا تراه كعبه كروتون كيفاش باش نعملوهم ونمشيو نحطوهم ديريكتومون في الفور. دونك ناخذوا خبز بيت شويه، يبس شويه هكا. يبس شويه. دونك هذايا الخبز باش يتماشى مع الشربه. هكاك. خذينا بان كومبلي. هلا. فوالا. نعملهم هكا ندخلوهم الفور شويه. هكاك. بشويه زبده. خذينا المارغارين جولدينا. اللي هي تارتيني كويسون دونك تصلح مليح. ندخلوهم شويه للفور. اون فوا. بداو يطيبوا شويه نخرجوهم نحكوهم بالثوم نحطوا عليهم الجبن ونعاودوا نحطوهم الفور. تورينا ديجا كيف جوست قبل ما تدخلهم كمية الزبده نحطوا برشا زبده شويه لا زبده لا 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 شويه شويه جوست شويه فوالا جوست باش تاخذ النكهه البنينه نتاع الجندينا هكاك هذوما نحطوهم في الفور لمده قداش وقت؟ دقيقتين يشدوا رواحهم شويه ومن بعد نخرجوهم نحكوهم بالثوم نحطوا لهم نحكوهم كعبه ثوم نقصوها في زوز هكاك جوست نحكوا بالداخلاني نتاعها الخبز هكا ومن بعد نزيدوهم الجبن اما قبل ما تزيد الجبن بيان سور باش تعيط لي شيف سليم شنو عليك؟ لاباس سافا ما مطيتش عليك برشا؟ لا لا ما مطيتش لا قول لي شنو نعمل توا؟ توا الميم تاعنا غليان والبصل حطينا البصل والخضره والعدس والفول والحمص والحلبه خذوها لبعضهم والزيت الزيتونه تو باش نفوحوا بالطماطم والهروس قداش باش نحطوا طماطم بولي كونكاسي نتاع سفير قداش باش نحط زوز مغارف زوز مغارف هاو يزي في البركه سي بون زيدوا مغرفه ونص هروس محرحر هذا حب حار اكثر يزيد نحب حار زيد شويه زيد شوي زوز مغارف به هنا يعطيك الصحه جست نحركها شوي. حيت عليك. تفضل. خلينا نشوف نحبها تعرف شنو يعجبني؟ تفضل. كي تبدل لونها تحمر شويه هكا. تحمر بالطبيعة. اي. شايف حمرت شويه؟ حمرت. القديد. القديدي. باش نقصوه شويه ولا خليوه هكاك؟ لا سي بون كا. هذاك ديجا مريقل؟ مريقل. دونك ما حاجتش. بالنسبة للقديد. بالنسبة للقديد هو يجي بجناب العلوش ولا جناب عجل. اي. شيحوه ثلاث أيام أربع أيام. قديد ديري هذا ديري عملته انت عملته انا يتملح فهمت ولا لا بعد تالي قلوه شوي في الزيت يبدا حاضر للطياب هي ياسر تفضل تحط انت ونحط انا هذاك هو اللي باش يعطي البنه الشحم نتاعو باش يذوب شويه اللحم نتاعو باش يطرى شويه وهذا هو باش يعطي البنه للخضره باش يعطي بنه للصوص ومن بعد باش يكمل يعطينا البنه للبركوكش بركوكش فوالا تو نحضروا بركوكش نحضروا قول لي كيفاه نحضروا اعطيني صحفه كبيره توت سويت شيف يعطيك الصحه نعملوا وين مره وما خلنا نعملوا نستعملوا زيت نجمه زيت نجمه هكا زيت نجمه توت سويت والكركم والفلفل الاكحل والفلفل الاكحل هوني كركم الكركم بحذاك اوكي باه حط الزيت حط سي بون يعطيك الصحة باش مغروم انت بخلاف الماكلة مغروم شوي بالرسم بالرسمة؟ بالرسم بالحق ما جبت لناش حاجة نشوفوها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لازمك تجيب لنا بعد الحلقة هذه ان شاء الله باش نعمل لك التصويرة اللي كنت بالحق ان شاء الله والله نفتخر برشا كان بالحق تعمل لي تصويرة تصور انت وشنو تحب تصور؟ والله يتصور شوية خيال خيال ما عنديش حاجة بالصورة بالذات أما خيال كلها خيال كلها خيال كلها خيال دونك تراها اللي تابلو لي ما تفهمهمش مليح ما تفهمهم شيء نفهمهم أنا يز فنان فنان وجابس تجيب لك الإلهام بالطبيعة جابس البحر وجابس الجبل جابس الواحة والصحراء جابس ثاني أجمل منطقة في العالم إي ليه معاك جابس فيها البحر وفيها الصحراء وفيها الواحة وفيها الجبل تحية لجميع الجيبس الكل اللي يتفرجوا فينا قل لي هكا ولا نزيد نزيد شوي نزيد معبية معبية
جديد تريف هيك تريف باش يبدل الكولير نتاعها ويعطي البنه في نفس الوقت سي بون يعطيك الصحة. جيش تصفر شوي مع بعضها نزيدوه الماء. خليك تجيب لي الماء ماء من عند شيف سليم تقولك تعطيك من ناحية صفرت 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 يعطيك الصحة. هو ذا البركوكش الخشين يقبل بزايد ماء ديما أقل ماء بركوكش جويد بركوكش متوسط وبركوكش الخشين قد ما هو أخشن قد ما يقبل قد ما يقبل الماء بالطبيعة. والبركوكش فيه بنة خاصة حتى يبرد يقعد بني أي يجي برد. لوزف عندكم برشا وزف بالطبيعة عندكم إليهم لي غوسيت تعملوهم باللوزف عطينا هكا لمحات. عندنا هريسة لوزف. هريسة لوزف شنو هريسة لوزف؟ هي هريسة لوزف يجيب الفلفل والثوم ونزيدها شوية طماطم وشوية هروس فهمتني وتجي عبارة عن سلطة هي اونتري داكور هي دي. وعندنا طبيخة طبيخة جبسية طيبوها في العرس معروفة في جابس طيبة هي يعني بينا ياس باللوزف زاد لا لا مش باللوزف لا لا مش هذه معروفة في جابس بالعجل ولا بالعلوش وبنينة ياس في عاداتنا في العراس غاديك نطيبها نفرقها على الجيران. معظم العروسات نفرقها على الجيران فطور نص نهار معناها اللي عندي عرس يفرق على الجيران جبسية احنا على بعضهم ياسر يحبوا بعضهم ياسر. تو جيست نحطوا المقفول باش يسخن يعطيك الصحة فوالا يسخن فيسا فيسا المقفول سيخسن هذا يشرب ماء كي درجو كاك انتخو طان نتنقلوا للغوسيت الثانية هكا نخليك مالا تحضر الأدوات نتاع الغوسيت الثانية وبعد نرجع لك لأسعد شيف سليم باهي تعالوا نحطوا القرع الأخضر إيه مش برشا تخي بيان ونرميو الشربة هكاك فارينة فارينة قلنا خذيناها فارينة جاتو نتاع صنبلة ذهبية هكاك باش نحطوا لي زانغغيديون الكل مع بعضهم الزبدة نقصوها هكا باش تنجم تدور مع البات بالكدا دي كوب لازم تكون ذيبه شويه ذيبه شويه مش يابسه برشا معناها هنا حطوا بودره نتاع نوازيت مغرفه هذا باش تزيدنا البنه هذا السر نتاع شيف سليم دويري دونك شويه مغرفه سي فري في لي بات نتاعكم تبداو تحضروا فيهم خموا في الفاكهه تنجموا تزيدوا برشا بنه كي جوست تحطوا هكا مغرفه اللي يحب البوفري يحط البوفري يحب اللوز يحط اللوز هكاك فوالا سليم مادام البات نتاعك قاعده تحضر تحضر باش نقشر التفاح باش نحطه في البواله مع شويه زبده وشويه سكر اي نعملوه غوتي شويه وشويه كانيل دونك البات قداش باش نخدموها ساعه باش نخدموها هكاك يعني مده دقيقتين جوست هكاك اللي تولي هوموجين كل شيء مع بعضه من بعد نخرجوها نحطوها في بابي كويسون نحطوها لازمها تبرد لازمها تبرد خاطر ما نخرجوها نجم نحطوها في المول بالكدا هي ياسر وتوا باش حاضر التفاح قلنا حاضر التفاح باش نعملو بالزبده والسكر والقرفه ومن بعد نعيط لك نبداو نحطو في نعملو في المونتاج نتاع التخت تخي بيان شيف اوكي لا سعد حطينا البركوكش بتاعنا صحيح اي يفوق فهمت ولا لا تو باش تعدوا الرساله الثانيه باش نعملوا كفته تستحق الكفته شنو تستحق ولا توت سويت هذه الفوالة نتاعك سق وزيت نجمة اي نحط لك ديجا الزيت يسخن ولا نستناو شوي شوية برك خليه يسخن نعمل الكفتة نتاعنا سخن شوي فهمتني جيس باش ما تشدش نحط لك برشا زيت نتاع قليل ولا شوي شوي طريف شوية برك
لا سي بون يعطيك الصحة. في البركة. يعطيك الصحة. هذا يسخن شوي. باش نخلطوا الحم المفروض. أنا بطاطا مصموطة. فهمت ولا لا؟ سمطها في الماء والكركم هكا خاطر سمطها في الماء والكركم والقشرة نتاعها. خاطر البطاطا كي نصمتها بالقشرة نتاعها الماء نتاعها والقوم نتاعها البنة نتاعها تقعد لداخل. تقعد مخزونة لداخل. تقعد مخزونة لداخل. ظهر لي. إي. وبالتالي خرجناها. هذه ظهر لي حاجتك بول ولا حاجة؟ حاجتي بول باش نخلط فيها. تفضل سيدي. يعطيك الصحة، جيست نخلوه هذا باش نخلطوا فيه الكفتة نتاعنا إن شاء الله. الزيت نتاعنا سخن. إي، تحمى مليح. تحمى مليح، تو باش نحطوا اللحم مفروغ. حط أنت ولا حط أنا؟ حط أنت. سي بون. إي. أعطيني الكركم. الكركم. توت سويت شيف. شتر مغرفة. سي بون يعطيك الصحة. شوية تابل. كيف كيف. سي بون طريف ملح سي بون يعطيك الصحة فوالا اعطيني صل تفضل حط كل يعطيك الصحة جيست تحمر شوي اي حطوا له طريف طماطم طريف هروس شيشة طماطم شيشة واحد جيست تبدل الكولير نتاعها هذاك وفيها بنا بعتاد يعطيك الصحة سيلو والهروس شطر مغرفة شطر مغرفة نتاع قهوة شطر مغرفة فوالا جست خلاها تحمار بدل كولارها باش تخلط الهروس والطماطم وعندنا الطماطم اللي عندنا البطاطا المصموطة باش خلطوها معاها باش خلطوها معاها بعتاد معناتها انا البطاطا المصموطة نحط هيلك هوني ايه ونبدا نهرس فيها شويه بالفرشيطه يعطيك الصحه فوالا يعطيك الصحه نذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم اللي هو 100% جيبسي لسعد عمل لنا بركوكش بالقديد وكفته هذه اسمها كفته كفته بالطبيعه كفته سهله ما فيها حتى شيء وانا نقول لكم البنه موجوده من شيره الشيف سليم عملنا حاجتين دونك اليوم الكل في كل اربع حاجات عملناها لكم في الكوجينه دونك مع الشيف سليم شفنا شوربه اما عندنا هكا شويه خاصيات باش ننجحوا 100% في الشوربه وزيد مع الشوربه عملنا تخت بالتفاح والقرفة ومن الفوق باش نحطوا عليها كرامبل بالبسكوي. تينا فلفل لكحة؟ توت سويت. دو دو ما تشم. باهي. يعطيك الصحة. يس. فيها البركة. جيست تو باش تخلطوا مع بعضهم. هذو مزوز. باهي. خليك تكمل عايش مليح دونك احنا الغوسيت نتاعنا بريسك فيت شنو ناقصها جيست باش ننقلوا الكفته كفته اي ونهبطوا الكسكسي نعاودوه مي لا تستناني باش جوست باش تقلي الكفته اونتر طون نرجع بحذاك شيف سليم قاعدين نعملوا في البات هكا اي ريحة القرفة والتفاح حاجة روعة اللي قاعد يطيب بحذية الشربة متاعنا سيء طابت زيدة شوية مزروب المشكلة مع البات سابلي البات سابلي لازمها تبرد برشا لازمها تبرد مليح مليح السويعة حتى ولو تعدي سويعة في الفريجيدير مش مشكلة لازمها فريمون تبرد 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 باش من بعد نجمو نطلقوها وكان كي تجيو تطلقوها وتلقاها ماهيش سهلة ما يسالش رجعوها شوية في الفريجيدير ولا حتى في الكونجيلاتور. التاخت نتاعنا سيي حطيناها في المول نتاعها التفاحات فوالا تختار اللي فريمون لونهم مزيان برشا العباد اللي تتسائل شنو هو الكرومبل جوست اون فيت هو تقرميشة باش نحطوها من فوق التاخت نتاعنا باش يعطيها برشا بنة.
البسكوي سيدة هاني حضرتولك. فوالا دخلوها الفور هكا 175 قولوا 180 180 درجة 180 درجة 10 مينوت 10 دقائق 10 دقائق من بعد نخرجوها نعاودوا نحطوا الكرومبال ونعاودوا نخرجوها نخليوه يتحمر شوية ومن بعد نخرجوها خلينا نحضروا ساعة الكرومبال شيف اوكي اونتخ تون انت حضر الكرومبال وانا تنجيب لك البلاك اللي تمشي للفور اوكي هذه تدخل الفور هكا هكاك نعاود نرجع منين جيت معنا فوالا 170 درجه 10 دقائق 10 دقائق لطون اللي حضرنا الكرومبل نحطوه من بعد فوقها ونعاود نرجعوها شويه يلا للكرومبل شنو تستحق قلنا بسكوي سيده قلنا زبده قلنا سكر هكاك بسكوي سيدة ناخذوا 100 غرام سكر عليهم 100 غرام زبدة ديليس هكاك نحطوا 50 سهل برشا الكرامبل ما يصعبش عليكم بالكل باش نفتفتوا البسكوي مليح هكا انا حضرت له هذا باش تميكسيه جملة تميكسيه فوالا فازي شيف دونك سهل ما فيه حتى شيء باش نفتفتوا البسكوي سيده باش نجمو حتى نرحيوه ومن بعد باش نخلطوه مع زبده وهوني الزبده لازمها تكون كيف كيف لازمها تكون ذيبه شويه ومن بعد باش نزيدوها من السكر فوالا كاسيبو الزبده لازمها تكون ذيبه شويه هكاك باش نجمو نخلطوها احنا خذينا كم تخت صغيره خذينا 50 غرام بسكوي سيده عليهم 50 غرام زبده وعليهم 50 غرام سكر دونك هوني ما لازمناش نعملوا حاجه اوموجين معناها باش يقعد هكاكا كي تراب شويه كبير خشين لازمها تقعد هكاكا باش نحطوها جوست باش نرشوها فوق التخت نتاعنا خليك سليم تكمل الكرومبل نتاعك اونتر طون لا سعد قلت لي عندك حويجتين تحب تزيدهم هكا بالطبيعه برد المفروم والبطاطا ايه نزيدوا الخبز الشابلوغ الشابلوغ نزيدوا سيت ستوب صراحة. يس فيه البركة ونزيدك عظيمة عظيمة توت سويت عظمة برك تحبه ولا سي بون عظمة سي بون دونك عظمة خلي كملة تزيد العظمة باش يشد روحه مليح هكا بالطبيعة خليك تزيد العظمة نذكركم في لي غوسيت نتاعنا نتاع اليوم والمنيو نتاعنا نتاع اليوم جينا من قابس لسعد اللي اقترح علينا اليوم البركوكش اللي بالقديد والكفتة نتاع اللحم حاجة سهلة بنينة وصحية وتذكرنا في جدادنا وتذكرنا في عيادنا وشاف سليم الدويري فيم جاري ومعاه حاجة حلوة انا تعجبني برشا التخت اللي بالتفاح اما زدنا لها حاجه جديده زدنا لها الكرومبل من الفوق باش يزيد تقرميشه على البنه نتاع التفاح والبنه نتاع التخت هذا الكل نشوفوه بعد فصل صغير مازلتوا معنا في الكوجينة وفي الماكلة البنينة اللي جايتنا اليوم من الجنوب بركوكش بالقديد يعمل 66 كيف وباش نشوفوا توا مع لسعد كيفاش باش نزينوه البركوكش هذايا باش نزينوه بالكفتة
الكفته اللي حضرناها. دونك ديجا البركوكش نتاعنا طاب والقديد ريحته بنينه بنينه بنينه. كملنا سمطنا عظمه حطيناها باش نزينوا بها، زدناش طرف القرع، القرعه في الاخر بالكل، بالكل. وتوا باش نقليو. ديجا انت قليت كعبات، انا تنزين وانت ورينا جوست الكفته نتاعنا اللي عملنا لها الفورمه وكملنا قليناها في الزيت باش نزينوا بها البركوكش. فوالا، وبالطبيعه لازم قرين فلفل مقلي حار. ماكله الجنوب كلها حاره بصفه عامه، بالطبيعه حار. اي وهكا يكون البركوكش نتاعنا احضر. باش نمشي للشيف سليم اللي هو حضر التخت اللي بالتفاح، حاضره ديجا الشربه نتاعنا حاضره، قاعد جوست يحط في اللمسات الاخيره اللي هما قلنا عملنا دي بوتيك خوتون نتاع خبز وحطينا فوقهم، دونك حكيناهم بالثوم هكاك من الاول قلدينا، دخلناهم شويه للفور، خرجناهم حكيناهم بالثوم، حطينا فوقهم الفرماج غابي باش نعاودو نرجعهم للفور. تري بيان شيف. والتخت اللي بالتفاح حضرت، وكل خنبال اللي من الفوق يزيدها برشا بنا. نذكركم اللي كل نهار كل نهار تلقاونا في الكوجينة نطيبوا حسب الجهات، والمنيو متاع اليوم الحقيقة أنا شيخ عليه برشا. من جابز ضيفنا لسعد حضر لنا بركوكش بالقديد وزين التبسي متاعو بالكفتة المقلية، وبالنقشة الزمنية شيف سليم يودنا بشربة لسان عصفور بالخضرة والدجاج، وبرطبة اليدين الديسير تخت بالتفاح بالقرفة وكرومبل بيسكوي. أما كان تحبوا على قهوة بنينة عليكم بالجولدن كوفي كابوتشينو شوكولا. هذا هو المنيو متاعنا متاع اليوم في الكوجينة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بيه وجاوكم برشا أفكار وبرشا دباير، خاطر أحنا ليكم انتوما. ودايوغ تنجموا تلقاونا على الباج فيسبوك متاعنا الكوجينة. نذكركم زادة اللي عنا أن جو يمكن لكم باش تربحوا أن لو من عند فكير، ما عليكم كان تمشيوا على الباج متاعنا تجاوبوا على سؤال متاع اليوم وهكا تدخلوا أوتوماتيكمون في القرعة. أنا ما بقى لي كان باش نقول لكم يا جماعة شهية طيبة، شهية طيبة للجنوب، شهية طيبة للشمال وللجهات الكل متاع تونس. نتلقاو في حلقة جديدة. هذا البرنامج برعاية